بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبيرة لهالجمهور الجميل اللي شرفنا كل ليلة في موقعنا في مكاننا في هذا المكان المخصص، خيمة خصيصا عملت لبرنامج رمسة في مركز البلدية الترفيهي بصلالة، وتحديدا مسرح الولايات اللي يحتضن هذه السنة الثانية برنامج رمسة. كل التحية والتقدير طبعا لبلدية ظفار الداعمة لبرنامجنا، وهذا المكان أيضا يحتضن الفعاليات القادمة إن شاء الله لمهرجان صلالة السياحي اللي بينطلق مباشرة ثاني يوم العيد، اللي أكيد بكل تأكيد في كثير من الأشياء والمفاجآت إن شاء الله اللي أعدتها اللجنة المعنية بمهرجان صلالة السياحي لجمهور ولأهل ظفار ولسواح ظفار ولمن يأتي إلى ظفار خلال الفترة القادمة بمشيئة الله. ومسي على هذا الجمهور الجميل اللي تابع شاشة تلفزيون السلطنة، نتمنى لكم أوقات ممتعة وسعيدة ورمضان مبارك على الجميع. اليوم احنا 11 من شهر رمضان، داخلين الليلة 12 من هذا الشهر المبارك الفضيل. الله يتقبل منكم صيامكم، صلاتكم، قيامكم، دعائكم يا رب العالمين. ونقضي مع بعض هذه الأمسية بصحبة الجمهور والجمهور المشاهد، وأيضا ضيفنا اللي جانا خصيصا ليرمس معنا ويسهر معنا ونستمتع بالحوار مع فارس الدراما العربية، فنان بكل تأكيد له بصمته الرائعة على الدراما العربية. ما أعتقد واحد مننا ينسى الزير سالم أبو ليلى المهلهل التغلبي. واحد أول ما عرف يقول لي أخاف ياخذ الثار. عارفين أنتوا القصة، وربما كثير منكم يمكن تابع الزير سالم أكثر من مرة وعشق هذا الفنان، لأنه فعلا جسد وكأننا نشوف الزير سالم على حقيقته ومجموعة طبعا من الأعمال. الفنان الرائع سلوم حداد ضيفنا اليوم وضيفكم في برنامج رمسة، نتمنى تكونوا معنا ونقضي مع بعض هذه الأوقات الجميلة والرائعة بصحبتكم. أمسي عليكم جميعا. إسلام بانيها سلطان البلاد مع أصحاب الرسائل النصية القصيرة. والله هذه أمس المساء حد الساعة قرأ مع كنا بنقرب الحظ أمس، بس أمس المساء سبحان الله. نقول لك ألف مبروك يا صدام، ألف مبروك، بتستلم سيارتك إن شاء الله. إذا عمل ما في نقد يعني ما عمل ناجح. يوصل الموضوع لدرجة إنه يتم وقف البرنامج قبل ما نصور. نقولهم شباب وش الأشياء اللي يحبوها الشباب؟ بس عيب على الصديق يخون. هذا هو صاحب السيارة، نحييه يا شباب. مبروك يا محمد، ألف 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 مبروك السيارة، تستاهل كل خير. يا من إذا قلت يا مولاي لباني
يا واحدا ما له في ملكه فاني، يا من أمره بين الكاف والنون، أعصي فتسترني أنسى أنسى فتسترني، فكيف أنسى يا من لست تنساني؟ أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الولاء، أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الولاء. شكرا. تسأل نفسك ما هو هذا الصوت؟ إنه هدير سيارة سيدان متوسطة الحجم لا تشكو عندما تطلب منها أن تسرع، ذلك بفضل المحرك بست اسطوانات الأقوى ضمن فئته وأكثر من 45 ميزة للسلامة والأمان. إنها سيارة تحلق، لذلك هي تحمل جناحين في المقدمة. أستطيع أن مستشفيات ومستوصفات بدر السبع تقوم أكثر بالعناية الصحية، العناية البشرية. كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200LX، يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج والدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. الحقيقة اللسان يعجز عن وصف هذا الجمال. معقول صلالي شو حلوة، كأنها قطعة من الجنة. صلالة حلوة. صلالة الجمال، سحر الخليج، أرض سبحان من سواها وصورها.
مكان جميل جدا، في صلالة وفي جبل القمر الذي أصر على تسميته بجبل القمر وليس جبل إيتيم، مكان يدعو إلى التأمل والسكون والهدوء. يا أهل عمان، حباكم الله بهذه الطبيعة الجميلة فحافظوا عليها. سلوم حبيب. أبا الناس كلها تعرفك شرط ما أنا عرفتك، أباهم يأخذون عيوني ويشوفونك فيها. حكيتي شيء غلط. شو تقول طال عمرك؟ الحمد لله أنه بعده حي. أول حرف من اسمي وأول حرف من اسمك وثاني حرف من اسمي واسمك، إذا جمعتهم يطلعون عسل. إذا أنا عسل حيل أنت شو؟ ما بنسى إلا ميتم وبقادر أنساها. أنا أبغيك تشل الفكرة هاي من راسك، تنسى واحدة اسمها ميثة. خلي البنت بحالها، شو تفرضها؟ كيف أخليها بحالها؟ مو أنا خطيبها؟ لا ما أخذك غصبا عليك. سمعتي؟ هذه لقطات منوعة من القيادة، هو الآن مو أمام الكاميرا، خلف الكاميرا، يبدع كمخرج في هذا العمل. لأول مرة يتصدى للإخراج، تجربة جديدة وفيها من المخاطر وفيها من الرهان أيضا، على أن الواحد بطل من 79 في أعمال كثيرة. يمكن احنا ذكرنا الزير سالم، العمل العالق إلى الآن في أذهان المشاهدين، في الكواسر، في الفوارس، أبو الطيب المتنبي، المرابطون، والأندلس، أبو زيد الهلالي، خالد بن الوليد، القعقاع، نزار قباني وغيرها من الأعمال، فارس الدراما العربية، سلوم حداد ضيفنا الليلة في رمسة. مساء الخير أستاذ سلوم، مرحب بك في السلطنة، في صلالة، وفي برنامج رمسة. أهلا وسهلا بك. يسعد مساكم ويسعد مساء أهل عمان وشعب عمان، هذا الشعب الطيب وهذه الطبيعة الجميلة، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، وينعاد عليكم بالخير واليوم والبركة، وينعاد عليك وينعاد على الجميع. واليوم فعلا منورنا في برنامجنا، وسامع التحية الجميلة من جمهورك المتابع طبعا لسلوم حداد في مختلف اعمال الحقيقه اللي دائما تضيف بصمه جميله للدراما العربيه، فتحيه لك. الحمد لله الحمد لله. يعني انا بامانه وانا احضر للحلقه احترت من وين ابدا، هل الزير سالم الى اليوم يطالب سلوم حداد بجزء ثاني وثالث، والناس ممكن تستمر معك، والناس اللي تعاطفت مع الاجزاء الاخيره
والحلقات الأخيرة الزير سالم هذا المنكسر وال... الزير سالم، الزير سالم يعني قصة أخرى، توفى الله يرحمه. هلأ القادم يعني ممكن يكون في جزء ثاني للقيادة، ممكن يكون في مطروح يعني مشاريع مستقبلية في أكثر من كذا مشروع لشركة أرى الإمارات، يعني لنشوف هيك على وين تستقر الأمور بإذن الله يعني. لكن تجربة المخرج سلوم حداد اللي جمهور العربي تعود من 79 على سلوم حداد في هذه الأعمال الجميلة والرائعة، إنه يعني يمسك فرامل يقول مثلا في 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 هذا العام أنا مش أمام الكاميرا، أنا خلف الكاميرا، أنا ما يدير المخرج، أنا أدير ستاف كامل، فريق كامل، ما كان تحدي بالنسبة لسلوم حداد؟ لا لا، هي مو هيك أستاذ خالد، يعني مو أنه أنا ما بيديرني مخرج، طبعاً الممثل بيديره أي مخرج، بس هي القصة صارت ورطة، يعني ورطة جميلة مثل ما بيقول، ورطني فيها رضا خباز مدير إدارة الإنتاج. ايه؟ بالعام الماضي مثل هذه الأيام برمضان كنا قاعدين عم نتعشى بالبيت فطرحت أنا هيك تساؤل، يعني أنه يعني جاي على بالي اعمل عمل كون انا مخرج، اقدم شيء يعني بذهني لسه ما حدا قدمه، يعني هي هيك كانت القصه وكلمه وحكيناها، فقام ورطني وقت اللي جيت على الامارات، حطني عمل والتقيت مع سعاده محمد سعيد ضنحاني صاحب شركه ارى الامارات اللي كان له ولا زال له فضل على الثقافه والدراما بالامارات، وهو صاحب مشروع مهرجان المونودراما، وجه له تحية، وجه تحية لكل الفنانين الإماراتيين والفنيين السوريين والإماراتيين اللي وقفوا معي وقفة محبة يعني بهذا العمل حتى قدمنا عمل بهذا الشكل، والحمد لله يعني رضا الناس يعني بالإمارات وبالخليج، يعني في رضا يعني الحمد لله. إن سألت هذا السؤال أكثر من مرة واليوم الآن في هذه اللحظة بسمع جوابك، يعني مثلا سلوم حداد اللي نعرف بالكواسر والقعقاع وخالد بن الوليد وأبو زيد الهلالي، المتوقع إذا أنه ممكن يخرج عمل بهذا يعني ربما العالق في أذهان المشاهدين الأعمال التاريخية، انتقلت إلى بيئة ربما بالنسبة لك بيئة مختلفة، البيئة الخليجية الإماراتية وتحديدا ماخذين الجانب التراثي في الإمارات الشقيق، ما كان بالنسبة لك تحدي وصعوبة أيضا؟ يعني هو 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 هذا التحدي الرئيسي أستاذ خالد، أنك أنت جاي على بيئة جديدة وثقافة جديدة، كيف ممكن تنقل بأمانة هذه العلاقات وهذه القيم والتقاليد والجوانب الإيمانية الموجودة بجانب المجتمعات الخليجية، يعني كان التحدي، وحاولت تكون حريص قدر الإمكان. طبعا بحثنا عن طريق النت وخلال لقاءاتنا مع الفنانين الإماراتيين الرائعين، يعني كان هيك وقفوا معي لحتى طلع العمل بهذه السوية. والله كلهم وكلهم يعني خامات وخامات جيدة جدا الحمد لله. بس أنا في إلي سؤال. يعني اليوم أنا رحت بصلالة، رحت على إيتين وعلى المغسيل يا رجل يا رجل، يعني أنتوا عنكم طبيعة يعني غاية في الروعة، يعني بس أنا ما سبق أنه شفتها مثلا بعمل درامي أو بعمل تاريخي. يعني في إلي عتب هيك صغير على القائمين أو الفنانين والمنتجين، لا والمنتجين ودوائر الدولة. صحيح، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نعم. يجب أن تكرس هكذا طبيعة وهكذا جمال، يعني هي مهمة من مهمات. نعم. الدولة. ربما هذه لقطات، طبعا نحن نتكلم عن هذا الجانب الآن، قاعد تتصور وأنت مخرج الآن، وفرصة أيضا أنك أنت في يوم من الأيام ممكن تكون موجود في هذا الموقع وهذا المكان، ربما بعض الأعمال الدرامية المحلية العمانية تصورت في مواقع معينة من ربما في جوانب معينة في صلالة. أنا أتفق معك، محتاجين إلى أن نستثمر هذا المواقع وهذه الأماكن في أعمال قادمة. بحاجة إلى تبني أستاذ خالد، يعني أنا أمنيتي مثل ما كانت أمنيتي بسوريا، القائمين على الأعمال الفنية وعلى الدراما وعلى الفن بشكل عام وعلى الإعلام بحاجة إلى تبني. يعني بدك تحب وتتبنى لحتى تقدم، وتصدقني وقت اللي بيكون في تمني بيكون في تطور يعني مضطرد متصاعد. انا ممكن اوريك شيء اخر، انت رحت اليوم الى الغرب صحيح، منطقه المغسيل، وحتى جابوك الشباب الى ايتين
وحتى قلت ما بسميه تين بسميه جبل القمر. جبل القمر طبعا. مع العلم احنا عندنا جبل بهذا الاسم. ليش طيب؟ بحكم ايش؟ ليش سميه جبل القمر؟ لانه بتحس حالك بمكان اخر ليس على هذه الكرة الارضية ومرتفع. يعني شغلي رأي جبل 18 يعني 18 راحت أنا فورا بالنسبة للإنجليزي جبل 18 أو ممكن تكون في قبيلة أو مكان اسمه 18 أما جبل القمر أجمل شاعري أكثر. على ننتظر كاميرا السلوم حداد وزملاء أن ممكن تدور في يوم من الأيام حاضرين في مثل هذه المواقع. حاضرين والله الأماكن. حاضرين. أنا بعد شوية بفاجئك بمناظر معينة وهذه اليوم ولا أمس اليوم إحنا أخذناها من مكان جميل. هذا المكان عين من العيون في محافظة أظفار ما تنشط إلا إذا كان موسم الخريف. الخريف المقصود به محليا عندنا هنا الخريف عنكم الخريف بعمان قبل الصيف. تحديدا البلد الوحيدة بالعالم الخريف فيها قبل الصيف. بالضبط عندنا باللهجة المحلية هنا تحديدا في ظفار هذا الفصل يقال له الخريف. وإحنا وضحنا أكثر من مرة في برنامجنا مناظر وعين ربما حتى اليوم بيتفاجئوا كثير من الناس ان الان بدايه الفصل يمكن في بدايته انها تنشط بهذا الشكل الجميل. انا معك اتفق ان احنا محتاجين ندور كاميراتنا مره ومرات ان كانت برامجيه او دراميه في مثل هذه المواقع. طبعا يا رجل طبعا يا رجل وناس طيبين ورائعين وحلوين وطبيعه حلوه. يعني انا بستغرب انه انا كفنان سوري يعني ما وصلني هذا الجمال بينما العمانيين واصلهم كل تفصيله من تفاصيل سوريا سواء كان دمشق ولا تدمر ولا حلب. صحيح. ولا الى اخره. ومين اللي يوصل هذه التفاصيل؟ الدراما. بارك الله فيك. وكاميرا دراما. يعني اليوم احنا نعرف التفاصيل ايضا عن تركيا مثلا. يا رجل في ناس راحوا تزوجوا بالقصر اللي تبع نور. أيوة. ومهند. ولو عنا كل هذا الجمال ما بيجوا بجوزوا هون. لا يجوا بجوزوا هون. لا وعلى فكرة يعني أحيانا تأخذهم الحافلة في تركيا ومن ضمن البرنامج قصر ومكان تصوير مهند ونور. طبعا يعني مكان تاريخي. أنت الآن تعيش أساس خالد بعصر ميديا. الإعلام هو أساس ماركتينج. كيف تستطيع أن تصدر بلدك إلى الخارج؟ صحيح. وبالمقابل أنت كمان عم تعمل مهمة تانية وطنية إنك عم تحبب ناس بلدك ببلدك. صحيح. عم تخليهم يطلعوا ويشوفوا. اليوم أيضا احنا عرفنا التفاصيل عن سوريا من خلال باب الحارة ومن خلال النارنج. والله شجرة يعني عرفنا النارنج وإحنا ربما والله العظيم إنه وقت اللي عملنا مسلسل الكواسر والجوارح وباب الحارة وشجرة النارنج كان في ناس من الخليج أقصد بشكل عام. ايه ليس بالتحديد عمان. يروحوا يشوفوا الأماكن اللي صورت فيها المسلسلات. وهلأ بالقيادة في ناس جايين من الخليج عم يشوفوا إنه وين القيادة المكان. وين هذه البيوت وين هذه الأماكن أين يلتقي الحبيبان أين مهمة. لأي شغلة مهمة. والحمد لله إنه في هذا الفيروس الثقافي مصاب فيه محمد سعيد الضنحاني وإلا كنا تورطنا. كم محتاجين إحنا للترويج عن بلداننا السادي؟ كم محتاجين إحنا إلى أن فعلا نقدم بلداننا بالشكل اللي يليق بهذه البلدان والله نتعرف على بعضنا بعض ويتعرف علينا والله ما كثير. والله ما كثير يا أستاذ خالد. والله العظيم أنه لا نحتاج كثير من الوقت. نحتاج صدق بالتعامل. نحتاج محبة أكثر لنقدم حالنا بشكل حقيقي وإنساني أكثر. يعني أنا بشوف ناس جميل. طيب هدول الناس يعني ليش ما بشوفهم بالدراما العمانية مثلا؟ بشوف مثلا ليش الدراما الكويتية متطورة أكثر عن الدراما العمانية أو الدراما الإماراتية؟ ليه؟ يعني امبارح انا شفت المقابله تبع محمد الناصر ووفاء البلوشي. ايه 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 شفت تابعتك انت بالفندق. بارك الله فيك. انا وجهه نظري انه انت قسيت عليه شوي يعني. والله يعني من المحبه بس. قسوه الاخ الكبير. ايه قسوه الاب. ايه يعني بس انا بشوف يعني انا في لي جانب اخر. يعني خلي هذول الشباب يجربوا. قد يخطئوا والخطا يحتاج الى تقويم والى صحيح. تصويب. بس خلي يجربوا يطلعوا من قوالب محددة. خلي يكون في محاولة للتغيير لتقديم نفسهم بشكل مختلف. يعني أنت مبارح لابتك خدوا عين. أيوة 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 أيوة. لأنا كنت سامع عن ردود فعل وأيضا كتب عن العمل وكان واجبي أن أنا أنقل وجهة النظر أيضا. بس ردود الفعل قاسية. يعني أنه العمانيين ليسوا هكذا. يعني
يعني انا بتصور انه واحد من الاساسيين اللي نشروا الدراما السوريه اللهجه السوريه الله يمد بعمره الاستاذ دريد لحام. استاذ دريد لحام طبعا وجه يعني التحية. لولا طبعاً. لولا صحيح. لولا وجود دريد لحام ما كانت انتشرت اللهجه السوريه ولا كانت فهمت اللهجه السوريه ولا انعرفت المدن السوريه حتى. طيب تفضل. وطيب استاذ دريد لحام في بداياته ما واجه يعني سيل من طبعاً. الانتقادات طبعا سيل يعني هذا الانتقاد بس يعني انا وجهه نظري دائما انه الانتقاد يجب ان يتسم بطابع من المحبه يعني هذول اولادنا اخواتنا اشقائنا الصغار يعني بيخطئوا بقول لهم تعال لا لهون اصاب يلا برافو الوجه. عليك ايه انه روح صحيح صحيح يعني صحيح. هيك هي القصه طيب في 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 زمن او في وقت في 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 ايام انا اتوقع الدراما العربيه بدري وانت كيف تتابع الان في ظرف في ضوء ما تتعرض لبعض العواصم العربية الله يهدي الأمور وإن شاء الله ترجع عواصمنا ودولنا مثل ما هي وأفضل بمشيئة الله هل بتأثر الدراما؟ هل أنت كيف متابع هذا العام مثلاً أستاذ سلمان؟ أنا هذا العام والله ما كثير تابعت بيني وبينك لأنه أنا أجيت وتركت المونتاج وهلأ بكرة رايح على المونتاج الله يعينك ما صح لي هذا شغل المخرج ترى ايه ممثل تمثل وتصور وتروح وتتفرج أما المخرج مثل ما الناس. بتفرج بس يعني أنا وجهة نظري يعني ما يحدث الآن في بعض العواصم العربية ومنها سوريا هيك اللي الله يهدي البال فيها يا رب أمين أمين يا رب العالمين يعني هو في شيء دائما بالمجتمعات دائما تبحث عن التغيير التغيير نحو الأفضل فإذا بقي المجتمع ساكن فبده يصير في مشكلة يعني الدول اللي صار فيها مشاكل هي مجتمعات ساكنة وليست متحركة وليست متطورة لا تملك ذهنية التطور يعني الوضع الطبيعي لحتى تستمر بدك تتغير بدك تواكب عصر تواكب تطورات تواكب إنجازات أما وقت بتكون بمرحلة سكون فهذه مشكلة ما دور من أدوار أيضا الدراما العربية والدراما إجمالا قضية التغيير هل كانت الدراما العربية قريبة من الناس بعيدة من الناس هل كان الممثل أو المشتغلين في الدراما العربية كانوا في مكان وفي موقع بعيدين عن هموم وعن أوجاع الناس أنا وجهة نظري نعم طبعا طبعا يعني أنك أنت تتعاطى مع تفضل يسلم يديك شكرا تتعاطى مع يعني شؤون الناس اليومية والعادية يعني ممكن يلفت نظر كثير من الناس أما بدك تتعامل مع عمق اهتمامات الناس وهذا الشيء اللي أنا وجهة نظري ما كثير قدرت تعمله الدراما العربية في شيء يعني دائما الرقابات عنا رقابات قاسية وصارمة وقت أنت إلى اليوم طبعا طبعاً. رغم كل طبعاً. ما حدث طبعاً. من تطور طبعاً. في مجال الإعلام تفتح هامش من الحرية لحتى تخلي الناس تعبر عن حالها بحدود الأدب واللياقة واللباقة فتكون أحسن. يعني حسن الختام طيب اليوم بعد كل اللي حدث في العالم العربي من 2011 إلى اليوم هل الفنان العربي هل المشتغلين على الدراما العربية استفادوا ما حدث بمعنى هل اليوم احنا نشوف من سنتين ثلاث سنوات الواقع اللي تعيشه عواصمنا وهموم ايضا شارعنا العربي نشوفه مجسد ولا احنا ايضا بعيدين لا يعني انا وجهه نظري انا وجهه نظري تحديدا الخليج يعني تحديدا الخليج استفاد وان كان بشكل خفي من تلك التطورات يعني هذا الهدوء وهذه السكينه وهذا الامن والامان الذي تنعم به دول الخليج اللي الله يديم عليكم يا هي النعمة لأنه نعمة لا يدركها إلا من فقدها يعني بتصوري الحكام والقادة والرؤساء والملوك والشيوخ والسلاطين واعين لهكذا التطور إنما يعني رايحين بشكل متدرج وهادئ يعني لا يحتاج إلى عواصف وإن شاء الله هيك الله لا يجيب عواصف آمين يا رب العالمين أنا طبعا الجانب السياسي وما يحدث في سوريا متابع من قبل الناس من خلال التغطيات الفضائية لكن أنا أتكلم مع نجم من نجوم سوريا عن واقع الدراما السورية وعن حال الفنان السوري هذه الأيام أستاذ سلوم والله الفنان السوري يعني هذه الأيام فنان مشرد يعني معظم الفنانين السوريين ليسوا في سوريا والأعمال السورية التي تنجز في سوريا التي أنجزت في سوريا في رمضان يعني هي أعمال من وجهة نظري يعني قامت بطلوع الروح مثل ما بيقولوا ما تبقى صور في لبنان وفي مناطق آمنة يعني وفي الأردن وفي مصر وفي الإمارات يعني
الوضع مقلق والله، والله الوضع مقلق وغير غير آمن، وفي فنانين اجوا ما قدروا يعيشوا، اجوا على الخليج وما قدروا يعيشوا بالخليج نتيجة تكاليف الخليج. ما نحن مهيئين حالنا، يعني نحن كفنانين ما نحن مهيئين حالنا انه يحدث هكذا حدث جلل بسوريا ولو يستمر لهذه الفترة ويستمر 3 سنوات. يعني اي حدا كان متوقع انه يعني اشهر اسابيع اشهر وبنتهي وكذا، اما يبدو المعطى انه القصة طويلة والله. نعم والله طويلة. يعني كيف تتابع زملائك، تتصل بزملائك؟ يعني بين الفينة والفينة، هي كمان امور العمل والشغل دائما تسرق الانسان قبل الفنان، تسرقه من لحظات، بس حاول بلحظات الفراغ هيك انه واحد يطمن على اهله، اهلي بسوريا، يعني بيت نسايبي بسوريا، اخواتي بسوريا، اصدقائي بين سوريا وهون، يعني اتصال، وسائل الاتصال الحمد لله احيانا تكون متوفره واحيانا لا تكون متوفره. صحيح. يحز في نفسك وانت فنان كنت يوم من الايام يعني بطل ولا زلت في الدراما السوريه والعربيه، ان كانت الدراما السوريه تتصدر وكانت هالمنافسه الشريفه مع الدراما المصريه والدراما الخليجيه، وهذا يعني تقييمها الاولى الدراما السوريه والاخر ينحاز للدراما الخليجيه والمصري لا، احنا ساده المنافسه مثلا في مصر، فقدنا هذه المنافسه هذه طبعا الأيام. فقدناها. انا وجهه نظري فقدناها مع اول نقطه دم اريقت في سوريا. سبحان ما عاد مهم الدراما، مهم الانسان بسوريا. طبعا 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 مهم طبعا. الانسان بسوريا مؤسف مؤسف. تزعل يقلقك تتألم وانت تذكر يا رجل ببكي يعني شو بتقلق شو بتقلق ناس عم تموت يا رجل ناس صحيح. دمار بلد تدمر شو جريمة والله جريمة وانت من حلب أساسا طبعا الله يهدي الأمور آمين يا رب الله يهدي الأمور أنا ما بفتح هذه الصفحة نهائيا آمين مثل ما أنت تتألم كلنا نتألم الحقيقة على سوريا وعلى, وعلى 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 كل عواصمنا العربية اللي لا زالت الحقيقة في حالة مخاض وإن شاء الله إن شاء الله ترجع إن شاء الله الأمور هادية بإذن الله تعالى ونرجع إلى سوريا الجميلة وإلى دمشق وإلى الشام وإلى إن شاء الله إلى كل جمال سوريا بكل أمانة الله يسمع منك الله يسمع منك يا أستاذ ودوك الشباب باخذك جانب آخر ما عليه جانب آخر باخذك جانب آخر أخذوك الشباب إلى الغرب إيه صلالة إيه إلى الغرب صحيح أنا بوديك إلى الشرق ودينا تفضل خبرتك المكان اللي ربما الآن بتغير رأيك انت قلت هنا المكان جميل انا بتشوفه اجمل من وديك الى مكان ثالث بيطلع اجمل ان شاء الله يا رب المره الجايه بتجيب كاميراتك والصف معك وتصور معنا ان شاء الله ان شاء الله اثوم من الاماكن الجميله من العيون الاشهر الحقيقه في صلاله ناحيه الشرق شرق صلاله 28 كيلو تقريبا من صلاله هذه العين ذكرتها من البدايه ما تنشط الا اذا كان الخريف نشط وهذا العام من البداية الحمد لله أمطار وأمطار مستمرة حتى أستاذ سلوم داخل قبل شوي خاف على قميصه لا ما خفت شوية رذاذ جميل بحب المطار شوية رذاذ جميل نتابع ونرجع لكم نتواصل في رمسة وفناننا الرائع دائما والإنسان سلوم حداد خليلي روحه
شايفين المكان، شايفين الروعة، تصوير اليوم مكان بأمانة ولا أروع. شكرا للفريق اللي كان موجود هناك، تصوير عايد محفوظ، شكرا عايد، تحملت كثير من الأشياء الحقيقة. الله يعينك على العيرنوت، سموه بصلة العيرنوت، الله يعين. طبعا عمل فيه عمايل مع حافظ البصراوي، شكرا حافظ. بس خلينا نوه، المكان جميل ورائع ويستحق الزيارة، بس خلوا بالكم دفع رباعي، محتاج إلى سيارة دفع رباعي، ننتبه لظروف الطريق للوصول، ننتبه أيضا في كريمات خاصة للجسم عشان بس العيرنوط هذا ما يأثر عليكم وعلى أيضا أطفالكم اللي بيكونوا موجودين معكم. أنا كنت أتمنى أنه ولو صندق صغيرة أو دكان صغير موجود هناك على المدخل أو في الموقع ممكن يبيع مثل هذه الكريمات، بس أنا أتوقع متوفرة وموجودة في صلالة. العيرنوط عمل عمايلة مع الشباب. أرحب مرة أخرى بضيف هالجمهور الرائع، وضيفي وضيف المشاهد الكريم، الفنان الرائع سلوم حداد. مرحبا بك أستاذي الكريم. حبيبيات الله يسلمك، شكرا. من زمان ما اشتغلت مسرح صح؟ مسرحيتين أو ثلاث اشتغلت في البدايات، يعني من الثمانينات 30 في البدايات. شايف ردة الفعل الجميلة؟ الحمد لله الحمد لله، ردة الفعل المباشرة. يعني هلا في مقترح والله انه نعمل مسرحية لمهرجان المونودراما بالشتاء القادم، يعني بأول السنة بعد 3-4 شهور. اقتراح ان شاء الله هيك، يعني هذا الطموح او هذا الحلم يتحقق، كمان مهرجان المونودراما الذي يقام بالفجيرة. مسرح هم لحالة، يعني لو فردنا له مساحة بنتكلم. المسرح مسرح هام، وضع ايضا مأساوي اتوقع المسرح العربي. يعني انا بيني وبينك شايف انه وضع الدراما العربيه افضل من وضع المسرح العربي. يعني وضع الدراما، طيب المشتغلين في الدراما هم نفس المشتغلين في المسرح، بس يعني وضع المشتغلين في السينما، يعني بس وضع الدراما، يعني او بالاحرى يعني هيك كنا بسوريا نحن، مردود الدراما المادي والمعنوي يعني اهم من مردود المسرح. بالمسرح ممكن نشوفك 1000 متفرج، 2000 متفرج، 10,000 متفرج، اما انت اذا بتعمل تمثيلية واحدة ممكن يشوفك 100 مليون مشاهد. يعني بس القيمة أستاذي الكريم أيضا أيضا أيضا، يعني المسرح أسر، عوائل، ناس، رسالة مباشرة جميلة، أيضا الفنان أنه يلتقي بردود فعل مباشرة في توصيل رسالة، يلتقي وليس يكرس نفسه. يعني في فرق بين اللقاء وبين تكريس الحياة بشكل كامل للمسرح. يلتقي طبعا شغلة مهمة. ايضا وانت تحدث كثير عن واقع السينما، بما ان احنا ذكرنا مسرح نذكر السينما. استاذ سلوم انت في الثلاث مجالات ما عدا الاذاعه اتوقع الحين ما اشتغلت بعدك. لا اشتغلت في البدايات، اشتغلت اذاعه. اذا الاربع مجالات انت شغال فيهم، لكن فيما بعد اخذتك طبعا التلفزيون. اخذتك التلفزيون هو الاساس. طبعا. طيب قضيه الاخراج، من يذكر دائما انه والله يعني اليوم كثير من الممثلين، من النجوم، من الأسماء ترك خلف الكاميرا، نعم أمام الكاميرا وراح إلى خلف الكاميرا. يعني زملائك ما بعيد، يعني مثلا حاتم من طبعاً الأسماء الجميلة، حاتم وعارف الطويل، وعارف الطويل، وأيمن أتوقع أيضا اشتغل، أيمن شوي طبعا في كثير أيضا. هي يعني الفيروس هذا موجود حتى عند النجوم العالميين، الباتشينو، روبرت دينيرو، كلينت إيستوود، يعني كثير ممثلين. ما غلط أستاذ سلوم، يعني دائما هو في شيء دائما بيشغل بال الفنان، ما قدروا الآخرين يصلوا لهذه التفاصيل أو هذه القيم أو هذه العادات أو هذه الحركة أو هذا الخيار exactly بالنسبة للممثلين. يعني هو هيك بتبلش هيك، وبعدين بتبلش المسؤوليات تكبر وتكبر لحتى تحس حالك انك متورط. في 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 مجموعه ربما من الصحفيين او ربما من زملائك الاعلاميين ايضا يذكر انه والله هذه اسماء خلاص حاضره، يعني اليوم سلوم حداد اسم مروج، حاتم علي اسم مروج، عارف الطويل، ايمن ما بعرف اذا كنت اسم مروج قد اكون فشلت، ما بعرف يعني لسه طول بالك ليخلص المسلسل. هو هم يذكروا انه والله هذه الاسماء تستعين بمدير تصوير محترف. اي طبعا، فهنا تعتمد عليه اعتماد كلي،
وتبقى يعني هي للتفاصيل. يعني دائما يعني ميزه هذا العمل واهم متاعب هذا العمل هي جماعيته. هذا العمل جماعي، النجاح بيكون بشكل جماعي. يعني عندما تكون عندك مدير اضاءه ومدير تصوير وممثلين ومهندس ديكور وازياء وملابس وموسيقي ومنتج، واصر على كلمه منتج لانه اذا بتتورط مع منتج بخيل فتلك كارثه. عرفت علي فوت؟ وبيكون في نص جميل مثل النص اللي كاتبه الرائع فيصل جواد، يعني اكيد بدها تحمل مقومات النجاح. وفي حدا حابب، يعني انا كنت حابب الحاله، حابب القصه، فاعطيتك كل جهدي وكل وقتي. يعني هذا الحب، عدوى الحب انتقلت لكل الكاست، والحمد لله طلع العمل. حاطين هنا زمن البرغوث، وحاطين هنا القياضه، لسلوم حداد الاختيار. انت اخترت القياضه، طيب هل اليوم ندمان، زعلان، متأسف على زمن البرغوث؟ لا لا, لا 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 اكيد لا. ليه يعني؟ بس جمهورك يتابعك ويطالبك ايضا بزمن البرغوث. هلا الجمهور يطالب يعني يصطفل، بس اما يعني الشيء اللي بدك تقدمه بزمن البرغوث قدمته. اما في كفه ثانيه فيها القياضه، في شيء لسه ما قدمته، فبدك تفوت تكتشفه وتقدمه وتحبه وتحب الناس والناس يحبوك، لحتى تعمل عمل يعني اخر يقدمك للناس بشكل مختلف من زاويه مختلفه بالاحرى. يحصرون احيانا الجمهور، ومن حقه، هو الجمهور ومن يصنع الفنان اساسا، يحصر احيانا في ادوار معينه، مثل ربما الى اليوم يتذكر ابو ليلى المهلهل، نتذكر الكواسر، نتذكر النارنج، نتذكر ابو زيد الهلالي، نتذكر خالد بن الوليد، نتذكر القعقاع. يحصرك في هذه الادوار، لهذا ربما استمريت بالادوار التاريخيه فتره معينه من الزمن. انا بحب التاريخ، او كانت موضه. لا لا، انا شخصيا بحب التاريخ. حتى وقت اشتغلت منتج منفذ، عملت منتج منفذ لاعمال تاريخيه، بحب التاريخ. يعني بحب ركوب الخيل، بعشق ركوب الخيل. وما تستعين بالدبلير نهائيا؟ لا لا لا، ابدا ابدا ابدا، لسه يعني في هيك بقيه باقيه من شباب يعني. ولا زلت باسل الخطيب ونجدة انزور، حاتم علي، يمكن هذول الاشهر، وربما في اسماء وايمن زيدان. وايمن زيدان لا، ما ممثلين، مخرجين. انا ذكرت اشتغلت معه كمخرج كمان بعمل تاريخي. اختلفت، اتفقت مع بعضهم، لكن الاختلاف نتوقع لصالح العمل طبعا. من ضمنهم نجدة تنزور. طبعا طبعا. الى الان على رايك؟ لا يعني هلا صرنا صحبه، بس يعني انت ونجدة؟ اي طبعا طبعا، وجه له تحيه. ايه طبعا، كان فنان كبير، فنان كبير. طبعاً. لا لا، يعني هي القصص، الاختلافات تنتهي. يعني نحن بنروح باتجاه الجانب الانساني اكثر، باتجاه الفني اكثر. بتختلف فنيا، وانما انسانيا نحن بنلتقى. الاعلام احيانا يكبر ويعمل فوكس على خلافات ربما بسيطه، او ما في حتى خلافات احيانا. ما عم نسمع شو بدهم؟ هذول كلهم يحيوك، مطالبين باجزاء اخرى من الاعمال اللي ذكرتها. العام القادم. الاعلام احيانا، او الصحافه احيانا، تسلط الضوء على ربما خلافات معينه، او ما في خلاف فتكبره. اي طبعا طبعا. الاعلام يعني ما كان في خلاف بينك وبين نجدة انزور؟ لا لا لا، هو خلاف فني وليس خلاف انساني. عرفت كيف؟ بس دائما الصحافه والاعلام بشكل عام، المقروء والمكتوب، يعني بيبحث عن حجج وعن سبل للترويج او الى اخره. والفنان دائما ماده للترويج جاذبه ومروجه طبعا. مثل ما مسلسلك ايضا، يعني انا اتوقع يروج اليوم عن سلوم حداد المخرج. شكرا انك جبت لنا بعض اللقطات، بنشوف وبعدين اتوقع لك عتب مثل ما عاتبتنا الان، في عتب بسيط على واحد من الفنانين كان مفترض ان يشارك معك. اي طبعا، وما طبعاً شارك. عتب كبير. عتب كبير. بعد شوي نتابع. ادخل المسجد طال عمرك. لا لا، ما بدخل.
ابغي اطمن على احوال الناس كلها. هاي المطر سكر عين الشوف يا اخوي، والناس خبرناها كلهم، شو نقدر نسوي الحين؟ الله يستر، الله يستر، الله يستر. يا الله يا رب، يا الله بالسلامة يا رب، يا رب يا رب تستر هاليوم يا رب. عايشنا أستاذ سلوم في جو آخر، عاصفة ومطر ورعود وبرق وغيرها، لازم هذه الإثارات صحيح؟ لا هي لأنه المسلسل يبدأ بعاصفة. إيه المسلسل يبدأ بعاصفة. ما سميته العاصفة؟ لا لا القياضة، هو القياضة. الآن ردود الفعل اليوم، إحنا الحلقة رقم 11 اللي أذيعت، كيف ردود الفعل تلقيتها؟ والله الحمد لله لحد الآن ممتازة، يعني ممتازة، يعني لحد الآن الآراء كلها إيجابية، وإن شاء الله في القادم من الأيام تكون إيجابية أكثر. يعني في طبعا بعض الملاحظات، هناك بعض الأخطاء اللي عم نحاول نستفيد بصدق من كل الملاحظات لحتى الواحد يكون بمرحلة قادمة يعني متطور أكثر أو يتلافى هذه الأخطاء. ما تسمع أحيانا ربما أو ما تقرأ أو ربما أحيانا رسائل نصية كذا من زملائك أو المتابعين، وأنت يعني انتهيت من التصوير، انتهيت من التصوير طبعاً، لكن المونتاج والمكساج وغيره ممكن تعدل وانت موجود في غرفة المونتاج ربما؟ لا 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 لا، لأنه يعني ما كتب صور وانتهينا، يعني التعديل يعني والحمد لله لهلا ما في ولا رأي يعني ناقد يدعو إلى أنك تغير، يعني ما يعني كل شيء مدروس ومعمول ومخطط. التجربة هذه بترجعك الى 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 سلوم حداد اللي تعودنا عليه، او المساله كذا يعني تجربه وحبيت انك تجربها في القياده كمخرج، لكن كبطل كممثل كنجم؟ لا انا هلا في عندي بطوله مسلسل هلا بعد رمضان اذا الله اراد. ايه لا يعني ما لا ترجع الى امام الكاميرا. ايه يعني عادي عادي. لكن لو طلب من اليوم من لا لا، وبرجع بوعي اكثر يعني بتقدير اكثر، يعني بفهم لكل عناصر العمل الفني اكثر. يعني فادتني هي التجربه. نعم. عتبت من في العمل؟ عتبت ممثل عماني اسمه ابراهيم الزجالي. يا رجل شعلت له أصابعي شمع مشان يشتغل بالمسلسل. أنا بحبه كممثل، أعطيته دور قال لا هو حابب يكون بطل. لك يا أخي بطل يعني حتى بالاشتراك معه بيكون بطولة، إنك تكون ممثل بعمل مهم ودور مهم هذه بحد ذاتها بطولة. ما استعنت بأخوه، ما استعنت بأخوه عشان يعني لو عليه. بعرف إنه أخوه بيمثل كنت استعنت بأخوه. هل ما عندي خبر عن هذه القصة نهائياً؟ إيه لأنه هو حسب الذنب لذلك ما أجب لك السيرة. بس بعد ما شاف العمل كيف؟ لا يعني يعني اتمنى مثل ما سمعت إنه هيك، إنه تأسف إنه يا ريت لو اشترك، يعني حتى لو كان سيدي الأيام قادمة يعني بإذن الله والمستقبل قادم. التجربة مع فنانين اليوم في الإمارات تجربة أنت يعني، وهذا إحنا من الواقع الحقيقة نشوف من التجارب الناجحة. اليوم يتابعوك نجوم السلطنة أيضا ولهم تجارب مع الفنانين الآخرين، ممكن يكون عرض اليوم لعمل قادم إن شاء الله عماني. حاضرين والله، أنا حاضر حاضر، أنا حاضر ومحب، يعني أنه يا ريت، أنا بتمنى نشتغل بجو كهذا الجو والله إن شاء الله. والله بتمنى، وببلد مثل هذه البلد ومع ناس محبين مثل هذول الناس. بارك الله فيك. إحنا رغم ظروفك ودخولك المونتاج بشكل يومي ومتابعتك لكل فريم في القيادة، لكن أول اتصال حقيقة ونحيي الأستاذ طالب محمد البلوشي. طالب البلوشي طبعاً صديق وصديق، تواصل معك أنك أنت ما ترددت في أن تكون ضيف عزيز في السلطنة وفي برنامج السلطنة وأهل السلطنة أعزاء على قلبي والله. بارك الله فيك، تحية رائعة للرائع دائماً والإنسان الجميل الخلوق
سلوم حداد. شكرا جزيلا استاذ سلوم. شكرا 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 جزيلا، نورتنا ببرنامجك. شكرا وان شاء الله رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه يا رب. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. نتواصل معكم، معنا عبد الحميد الكيومي ومعنا فاصل اعلاني ونرجع معكم نتواصل في رمسه. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمده يرزق زيادة. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفه للمولى، كل من صبر ربي بيحقق مراده، كل من صبر ربي بيحقق مراده. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى، الخير بيدك واحنا مننا الدعوة. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى، الخير بيدك واحنا مننا الدعوة. كل من صبر ربي حقق مراده، كل من صبر ربي بيحقق مراده. شكرا. تسأل نفسك ما هو هذا الصوت؟ إنه هدير سيارة سيدان متوسطة الحجم لا تشكو عندما تطلب منها أن تسرع، ذلك بفضل المحرك بست اسطوانات الأقوى ضمن فئته وأكثر من 45 ميزة للسلامة والأمان. إنها سيارة تحلب، لذلك هي تحمل جناحين في المقدمة. أستطيع أن أرى العالم في يدي. مجموعة مستشفيات ومستوصفات بدر السبع تقوم أكثر بالعناية الصحية، العناية البشرية. الآن مفاجأة كل ساعة، الآن احتفال كل ساعة، الآن فائز كل ساعة. مع برنامج المميز للادخار من بنك صحار، هناك ملايين من الريالات بانتظار الفائزين، أكثر من مليون ريال عماني في جوائز كل ساعة، أكثر من ربع مليون في الجوائز الربع سنوية، وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في جوائز نهاية العام. لا تضيع ساعة أخرى، انضم إلى برنامج المميز للادخار الآن. خ
خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مصر، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. مرحبا بكم في هيلتون صلالة. يعد هيلتون صلالة المكان الأمثل للاسترخاء. اشعر وكأنك في منزلك في هذه الغرفة الفسيحة. استمتع بأشعة الشمس والسباحة في مسبح ذو تصميم حر. تذوق أشهى المأكولات البحرية الطازجة بينما تستمتع بمنظر المحيط الهندي. هيلتون صلالة. كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. نتواصل في الوقت المتبقي من برنامجنا، ومجموعة من الهدايا نقدمها للجمهور اليوم. 18 هدية، يعني 17 و 18 من عمان تل، عبارة عن هاتف نوكيا وجهاز تابلت، وعندنا تقريبا 16 جائزة عينية، لا نقدية مو عينية، مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. معاي محمد، ومعاي من؟ شيخة، تعال يا شيخة هني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا محمد، عارف اللعبة؟ تمام، يلا قلب زين. قلبنا والله، قلبنا وبنقلب زيادة. قلب، يلا. 2-0-5-0-0 2-0-5-0-0 مسكها معاك شيخة. يلا حط يدك هنا. هات يا شيخة. قدرين ما تقدرين؟ يلا مسكي هذه، مسكي هذه، مسكي هذه بسرعة يا شيخة. بس عبارة عن 100 ريال، 100 ريال جائزة الثانية. عندنا باقي 17 جائزة، وبسرعة يا محمد. 2-1-2-0-2 2-1-2-0-2 يلا شيخة. الكاميرا الخفية مسوي لنا اليوم ولا ايش؟ طيب عشان جهاز تابلت بس كذا دخيل. جهاز تابلت من عمان تل، ألف مبروك. يلا محمد الجائزة لكم الثالثة، صح؟ الثالثة. وقلب زين بعدين، قلب زين. 2-2-2-3-1 2-2-2-3-1 امسك. يلا حط يدك هنا. يلا يا ماما شاطرة. ميتر 150 ريال 150 ريال. اللي بعديها أحمد سجل معك. يلا يا شاطر يا محمد. 2-0-4-9-5 2-0-4-9-5 يلا يا شيخة. والله يا شيخ اليوم بتخلينا للصبح، أنا منسحر مع بعض شكلنا. 100 ريال 100 ريال الجائزة اللي بعديها. يلا محمد زين. يلا حط يدك يا ماما. 2-2-1-8-0 مصرة شاطرة. 150 ريال 150 ريال اللي بعده 2-2-5-9-0 2-2-5-9
صفر شيخة. يلا ماما. أيوة زين. الجائزة عبارة عن هاتف نوكيا مقدم من عمان تل. مبروك عمان تل، مبروك للفائز. أنا ما أحسب طبعاً، هناك أحمد يحسب. 2-1-7-6-2 2-1-7-6-2 شيخة يا ماما. أيوة يعجبني الإصرار من شيخة. 100 ريال 100 ريال. اللي بعديه ما فاطر زين اليوم محمد، ما فاطر زين شكلك صح. 2-2-5-7-5 2-2-5-7-5 شيخة. شيخة شايفة كاميرا وإضاءة ومسكينة تايهة. يلا شاطرة. 200 ريال 200 ريال مبروك. يلا يا محمد. ايش ماما؟ خليهم خليهم بعدين. 2-1-7-2-5 2-1-7-2-5 يلا شيخ هنا. يلا الله يعينك يا شيخه. ايوه شاطره. 100 ريال 100 ريال اللي بعديه. 10 الحين العاشرة. يلا محمد وأنا مع شيخة، أنت قلب واسحب. 1-8-7-3-9 1-8-7-3-9 يلا ماما. لا 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 شاطرة شاطرة مصرة إصرار جميل منك يا شيخة شاطرة. يلا مسكي هاي ماما. أيوة أنا متعود مع الحلاوة. 200 ريال 200 ريال يلا جهزي يلا عشان لا تعذبين. 2-2-3-8-3 2-2-3-8-3 شاطرة. 100 ريال 100 ريال مبروك. يلا لا ما حالك انت. اللي بعدي يلا خذ هذه عندك. 2-1-3-0-4 2-1-3-0-4 والجائزة شيخة. يلا تعبتي صح؟ تعبت مسكينة. 100 ريال 100 ريال اللي بعدي. يلا محمد. 2 بعدين يخبروني الشباب. 2-2-3-7-3 2-2-3-7-3 يا شيخ. يلا ماما. جيبيها. شاطر شاطر. 100 ريال 100 ريال اللي بعديها. يلا محمد. 2-1-9-1-8 2-1-9-1-8 سحبي ماما. صح. 150 ريال 150 ريال يلا. 2-2-2-1-7 2-2-2-1-7 يلا شيخة. مئة ريال 100 ريال مبروك. اللي بعديه يلا جيبي ماما جيبي جيبي. يلا محمد من الصوب الثاني. أيوة شاطر. 2-1-3-4-1 2-1-3-4-1 ما ماكل عيش انت اليوم صح؟ الجائزة عبارة عن 100 ريال 100 ريال مبروك. يلا باقي عندنا جائزتين جائزتين. يلا حضري نفسك جيبيهم ماما. قبل الأخير 2-2-3-2-4 2-2-3-2-4
اثنين، أربعة. هذه ماما جائزة قبل الأخيرة، جائزة قبل الأخيرة عبارة عن 150 ريال، 150 ريال. الجائزة الأخيرة، جاهزي ماما؟ جيبيها جيبيها. الجائزة الأخيرة 1-8-7-0-1، 1-8-7-0-1. والجائزة عبارة عن مسكي هذا، الجائزة عبارة عن 100 ريال، 100 ريال. مبروك لكل الفائزين. بكرة إن شاء الله لقاء آخر جديد إن شاء الله يجمعنا. بكرة معنا سيارة يا شباب، بكرة معنا سيارة يوم 23 يوليو المجيد، 23 يوليو المجيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، كل عام وعماننا إن شاء الله في تقدم. مولانا جلال السلطان الله يحفظه في صحة وسعادة. بنقدم سيارتين للجمهور، سيارتين للجمهور، وعندنا سيارة لأصحاب الرسائل النصية القصيرة، وعندنا جوائز نقدية مضاعفة للجمهور، بمعنى 200 ريال بتتحول إلى 400 ريال، و150 بتتحول إلى 300 ريال، و100 ريال بتتحول إلى 200 ريال، وعندنا أيضا جهازين تابلت بيتكونوا على اثنين بيتوزعوا، وأيضا جهاز نوكيا بيتوزعوا على اثنين مع مجموعة من الهدايا الأخرى إن شاء الله. بكرة إن شاء الله ضيفنا وضيفكم دكتور محمد عمر القايدي، إعلامي وداعية، جانا من المملكة العربية السعودية، ضيف عزيز وعنده برنامج هذه الأيام متابع في أكثر من فضائية. أجمل تحية من فريق العمل، هذه تحياتي خالد الزجالي وتحيات رشيد اليافعي. في أمان الله.